بدك اشعي انت قربي. يلا يلا رح اوكي عم نشوف هلا بالفيديو كيف عم نشوف بالفيديو كيف مسيو ابراهيم عم بيطعم شجره الاول. قصينا اول شيء الشجره جرحناها من هون. هيدا الطعم يا عمي طلع تعي خربت كريم اللزقة منيح من جدة. أسعد عطو وين أسعد؟ سوري يامي قوم شوي هلا ليش منغطيها بالبرق؟ هلا بنشرح لك الكيس ما في إلا كيليين هاي الكياس هلا بنحط كيس النايلون هذا ليحافظ على الرطوبة يعني ما يتبخر مي منه للطعم مشان يضل بقلبه مي. يا عمير يا جار وهذا كيس الورق احسن ما تحترق من الشمس الطعم ما يحترق من الشمس. كيس نايلون كيس ورق هذا جاهز لكن كيس النايلون كرمال شو؟ كيس النايلون ليحافظ على الرطوبة تبع الطعم ما يتبخر منه مي. اوكي. مع كيس النايلون كيس الورق كرمال كيس الشمس. الورق مشان الشمس. اوكي. هيك بنكون خلصنا، هلا بعد شهر بنجي بنشوف عليها بنشوفها كيف بتصير. اوكي ميرسي بوكو.